أهلا بحضراتكم مرة تانية، وبنتكلم في هذه الفقرة على الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج. يا ترى شافوا الانتخابات دي إزاي وهم مقيمين خارج مصر، وحصلوا لأول مرة على حق أنهم يرشحوا أنفسهم داخل البرلمان، وكمان بقى في وزارة مخصوصة للمصريين في الخارج للتعامل مع مشكلاتهم زي ما طلبوا قبل كده وحقق هذا الطلب. مكاسب كتير بدأ المصريين في الخارج يكتسبوها في الفترة دي، لكن لابد أنها تترجم لشكل أكثر واقعية وفعالية بمشاركتهم عن طريق الانتخاب. هم ليهم مرشحين، لكن هل الناس راحت صناديق الانتخاب؟ هل كان في حماس في انتخاب مرشحيهم داخل البرلمان؟ وازاي اتعرفوا عليهم لانهم مقيمين في الخارج ودول في النهايه ناس من الداخل لا يعرفوا عنهم شيء؟ دي كلها ممكن تكون بعض العوائق اللي قابلتهم، التعرف على المرشحين، ان القنصليات او السفارات مش كتير او بعيد عن اماكن اقامتهم، ولكن ده لم يمنع كتير منهم ان هو يروح للصندوق ويشارك في صناعة المستقبل أيا كان هذا المستقبل الذي نريده. حول الانتخابات البرلمانية وطبيعة اللي حصل من المصريين في الخارج وتعاطيهم مع هذه الانتخابات بتدور هذه الفقرة مع الدكتور سعيد المغربي المنسق العام لغرفة عمليات اتحاد المصريين بالخارج والخاصة بالانتخابات البرلمانية. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك دكتور سعيد. أهلا بيك. قبل ما نروح لتصويت المصريين في الخارج، وكان في مشاهد يجب أن نتوقف عندها حقيقي، أنا عايز تقييم حضرتك للعملية التصويتية اللي حصلت في انتخابات في المرحلة الأولى للانتخابات دي، جزئية من وجهة نظر الخارج، لأنه هممني قوي الناس بره بتبص لنا إزاي. اتفضل يا فندم. بداية رؤية المصريين للخارج في الخارج للانتخابات رؤية واقعية جدا، لأن المصري في الخارج هو شريحة من المصريين في الداخل، فإحنا كنا بنرى الانتخابات دي مستقبل لمصر كلها بما فيها احنا المتواجدين بره مصر. لكن للاسف الشديد كان في مشاكل كتير جدا عاقت المصريين في الخارج ان هم يقوموا بدورهم. والمشاكل دي يعني احنا فندناها ووضعنا لها يعني نقاط محدده من خلال تواصلنا مع زملائنا في حوالي 59 دوله في العالم. وهي بدايه كيف يعرف المصري في الخارج من ينتخبه في الداخل؟ المصريين في الخارج لهم كوتا في البرلمان القادم، والكوتا طبقا للقوائم. يوجد في القوائم مصريين في الخارج لا يعلمهم المصريين في الخارج. يعني أسماء مش معروفة للجميع في الداخل. والله والله دي مشكلة عامة، لكن أنا بتكلم عن شريحة من 8 ل 10 مليون زي ما كنت بتكلم مع حضرتك وزي ما تفضلت. احنا ما عندناش داتا صحيح بتعداد المصريين في الخارج، اما 8 اما 6 اما 10. لكن خلينا نقول في المتوسط احنا من 8 ل 10 مليون، لان ما فيش تسجيل. نعم. وما فيش تسجيل للجيل الثاني والثالث كمان. طبعا هي دي مشكله الجيل الثاني والثالث اللي اتولد بره وعاش بره. اللي اتولد بره مفترض انه يكون عندي بياناته هنا حتى لو بيحمل جنسيه البلد اللي هو فيها. هذا هو المهم. طبعا. لان دول هم السند الاساسي للمستقبل، هم دول النظره المستقبليه للبلد. هذا امر في غايه الاهميه. خليني اقول لحضرتك ان خطوه على الطريق وجود انتخابات، وجود تصويت للمصريين في الخارج. في معوقات، في اخطاء وقع فيها المصريين في الخارج، وقعت فيها الدولة، وقع فيها المرشحين، وقع فيها الميديا الإعلامية نفسها. لكن هي بداية، وبداية كلنا سعداء بها. أخطاء لابد أن نتعلم من أخطائنا، ويكون لنا رؤية للمستقبل القريب ورسم خريطة للمستقبل البعيد. ده ما تتخذه الدول التي تريد أن تتقدم. نحن دولة من دول العالم الثالث، لكن نمتلك شخوص ومؤسسات عندها رؤى، لكن الدولة نفسها لا تنظر لهؤلاء الناس. أنا يعني سؤال، هل المصريين في الخارج هم فقط من يقوموا بتحويل الأموال إلى مصر؟ لا. المصريين في الخارج هم عمالة، هم أساتذة جامعات، هم مفكرين، هم لوبي في كل دولة من دول المتواجدين فيها يكون دعم مادي ومعنوي وحقيقي لمصر. صحيح. وده ظهر بشكل واضح بعد 30/6 ربما في مساندة
يعني اللوبيز اللي حضرتك بتتكلم عنها ده او جماعات ضغط مصريه في كل مجتمع على قد ما تقدر في مواجهه مثلا الاخوان اللي كانوا متواجدين او في مواجهه الفكر اللي كان سائد عن 30/6، فكنتوا برضو يعني عماد لينا في هذه النقطه، وطالبتوا ببعض المطالب ربما كتير منها ما تحققش، لكن في يعني تقدم على الطريق زي ما حضرتك قلت، وهو وجود ناس ليكم في البرلمان. صحيح. وجود وزاره خاصه بيكم، لان وزاره القوى العامه لوحدها لم تكن قادره على الوفاء بما تحتاجون. تقييمك بقى للنقطتين دول، يعني اهميه وجودكم في البرلمان واهميه يعني وجود وزاره للمصريين في الخارج. انا هبدا بالنقطه الثانيه، لاني بامانه شديده وبمصداقيه شديده لابد اشكر الوزيره المحترمه وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج في حادث على الطبيعة وفاة زملائنا الله يرحمهم في الأردن أول أمس. الوزيرة خدت الطيارة وطلعت على الأردن، خدت جسامين المصريين، رجعت مع جرحى الأكثر من هذا، جابت حقوق للمصريين المتوفين والمصابين ومعاشات، ورجعت دون أي شوشرة إعلامية أو شو إعلامي. هي عملت ما هو اللي رأت أن هي دورها كوزيره المصريين في الخارج ومسؤوله عن عن المصريين في الخارج. انا يعني بدايه اسجل شكري وتحياتي لهذه الوزيره كاتحاد مصريين في الخارج وكمصريين في الخارج. نحن لم نرى منذ زمن طويل مسؤول يخرج من مصر بسرعه لكي يطمئن مصر في الخارج. نعم، يطمئن على مصريين. وهم مين؟ هم عماله لكن ابناء هذا الوطن. هذا دور محترم ومشرف وكلنا اشدنا به. طيب. وده اللي بيحصل لما يعني اي اجنبي بيموت على ارض مصر لاي حادث من الاحداث، بنلاقي ان في وزراء بيجوا الى مصر ويستلموا الجثامين واطمئنوا على رعاياهم الموجودين، فده كان نفسنا فيه من زمان وبدا يتحقق، ونتمنى ان هو يكون خطوه على الطريق. اتفضل. نعم. دكتور سعيد، لو رحنا لشكل التصويت في الخارج، احنا اتفقنا انه ما فيش قاعده بيانات ومعلومات حقيقيه للمصريين في الخارج اللي تم تصويته. انا هاخد مثال من الكويت تحديدا، أكثر من 10,000 ناخب مصري أدلوا بأصواتهم في المرحلة الأولى، وأتخيل أنه السعودية اللي هي فيها الحجم الأكبر والكم الأكبر ما وصلناش لهذا الرقم بالتحديد. تفتكر الفروقات ما بين الدول بينها وبين بعض إيه الأساس فيها؟ أو يعني هل مثلا اللي في الكويت كانوا عارفين المرشحين أكتر، كانوا عارفين حقوقهم أكتر غير عن اللي في السعودية أو عن اللي في أمريكا مثلا؟ أنا عايز أفهم الجزئية دي، وحضرتك ربما تكون لمسها يعني. طبعا ده الكويت في المرحلة الأولى كانوا 10,800. نعم. في المرحلة الثانية اللي انتهت امبارح كانوا 6,350، وده أكبر عدد حتى في الإعادة. إن احنا عارفين إن الإعادة دايما بيكون عدد المصوتين أقل. نعم. لأن عدد المرشحين أقل، لكن أنا أقول لحضرتك بدقة شديدة بالنسبة للدول العربية، وهي الدول التي فيها كثافة عالية المصريين في الخارج. السعودية أكثر من 2 مليون، الكويت 600,000، الأردن تصل إلى 800 مليون. نعم. 800,000. لكن الكويت تحديدا وجود اتحاد قوي للمصريين في الخارج رأسه زميلنا علاء. وزيرة الهجرة كانت موجودة في الكويت قبل الانتخابات ب 48 ساعة مع الأمين العام لاتحاد المصريين في الخارج. كانت موجودة في الأردن، ده دفع المصريين ان هم يبدأوا يتحركوا. ده واحد. اتنين، دولة الكويت دولة صغيرة. المواطنين فيها يعني كثافات، السفارة موجودة في وسط المدينة. التنقل من أول الكويت لآخر الكويت أمر مش صعب، مش هياخد أكتر من 2 أو 3. نعم. لكن أنا أقول لحضرتك السعودية، احنا عندنا السفارة في الرياض والقنصلية العامة في جدة، في مسافات تصل إلى 1500 كيلو. نعم. عشان المصريين يروحوا يصوتوا. هذا من ناحية تباعد المسافات. لا مش كده وفقط، أنا كنت على تواصل مع زملاء لينا في أمريكا، نيويورك، زميلة اتصل بيها بالتليفون بتقول لي أنا في نيويورك لكن أبعد عن السفارة 450 كيلو. صعب. إزاي أروح؟ يعني قولوا لنا وسيلة ممكن تعملوا لنا أماكن حتى نبدأ بها المرحلة الثانية. قلت لها طبعا ده مش هيكون قانوني دلوقتي لكن سنطالب بهذا. تباعد المسافات ده أولا، ثانيا وهذا هو الأهم، إحنا هنختار مين؟ من داخل القنصلية في جدة يا سعيد قولوا لنا إحنا هنختار مين؟ أنا عندي في الدايرة بتاعتي 22 مرشح. مش عارف هم مين. مش مفيش سي في ليهم، مفيش داتا اختار على اساسها. القوائم معروف انا هختار قائمه لاني اعرف رمز او 2 أو 3 أو في مصري في الخارج موجود في كل قائمه طبقا لقانون الانتخابات،
لكن انا اسال حضرتك يعني المصريين في الخارج في القوائم لا يعرف منهم الا صلاح يوسف او احمد سمير، يعني اسماء محدده. نعم. لكن ما فيش حتى المصريين في الخارج ما دعوش لانفسهم في ظل هذه القوائم، القوائم لم تروج لهذا. نعم حضرتك ان الاحزاب الموجوده مع احترامي الشديد لرموز هذه الاحزاب مش موجوده، اين هي على الارض؟ مش موجوده صحيح. أين تتواجد هذه الأحزاب؟ ما هي الرؤية التي تقدمها لمستقبل الوطن؟ نحن نتصارع وشو بنشوف على الفضائيات وبنشوف في الإنترنت، كيف يتصارعون عن على الوقوف من يقف أمام الكاميرا أولا؟ هذا أمر في غاية الصعوبة يا سيدي الفاضل. أبرز يعني الخروقات اللي حضراتكم ممكن تكونوا من خلال عملية غرفة العمليات لاحظتوها، أبرز التساؤلات اللي كانت بتجيلكم، ونسب التصويت كده يعني التقريبية اللي ممكن تقولها لنا حضرتك عن مشاركة المصريين في الخارج قد إيه؟ والله يا النسب التقريبية تتراوح من 10% ل 15%، وده عموما، لكن في دول ما وصلتش 2-3%، يعني السعودية لم تصل 2-3% للأسباب اللي أنا قلتها لحضرتك. في أوروبا احنا عندنا في انتخابات العادة كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لأوروبا وأمريكا، الانتخابات يوم الاثنين والثلاث ودول بداية الأسبوع العمل. نعم. ما فيش بقى نص يوم وما فيش حد يقعد ساعتين وكلام من كانت نسب التصويت بصفة عامة في الصباح ضعيفة، لكن في المساء بدأوا الناس يجمعوا أسرهم ويروحوا. الناس فرحانين هم بيروحوا. أسرة في أمريكا، نصر الزميل لنا، أسرته كاملة بأطفاله رايحين عشان يؤدلوا بأصواتهم. فرنسا نفس الشيء، لكن تباعد المسافات، اختيار التوقيت لابد كان من اختيار التوقيت زي الاسبوع الاجازه او الويك اند في الخارج، يعني يحط لي يوم حد سبت وحد طبعا على اساس ان ده مش هياثر في العمليه الانتخابيه، يعني لا يؤثر ابدا، لكن يؤثر على نسب التصويت. يعني هي في فكره كمان حضرتك وضحتها للدكتور سعيد، وهي انه ياخد اطفاله ويروح، هي مساله عمليه الانتماء، مساله ان احنا رايحين ندي صوتنا لبلدنا، يعني اللي احنا عايشين فيها دي مش بلدنا، لكن بلدنا اللي احنا رايحين ندي صوتنا فيها، وده مهم جدا، وده بيرسخ الحقيقه مفهوم قوي جدا عند الاطفال وهو التعلق بهذا الوطن. وده للاسف يعني زي ما حضرتك بتقول احنا بنتكلم من 8-10 مليون مصري في الخارج، ودول حجم وقيمه كبيره جدا، وانا اتخيل ان الرقم ده جه من الاذاعات اللي بيعملوها المصريين، وهي تعدت النهارده ال 22 مليار، وده رقم مش سهل، 22 مليار دولار في غياب السياحة وفي غياب الصادرات وفي غياب حاجات كتير جدا. أتخيل أن الحكومة كلها برئيسها تتوجه للمصريين دول وتشوف هم عايزين إيه بالظبط. برئيسها متوجهين للمصريين بخارج، لكن كدولة كحكومة كمؤسسات كرؤية إحنا لسه لم نصل لهذا. لماذا يا سيدي الفضل لا نصنع بنك للمغترب، بنك للمصريين في الخارج، العمالة من زملائنا النجارين او اصحاب الحرف يرجع مصر مجموعه يكون ليهم فلوسهم في ده، يكونوا مشروع صغير. نعم. مدرسين يعملوا مدرسه ليهم، اطباء يعملوا مستشفى ليهم، يبقى يكون في شيء يقول للمصري ارجع، او عندما تعود الى وطنك عملك موجود، واستفيد بالخبرات دي يا فندم. يعني النجار اللي موجود بره ده نجار ماهر جدا وماهر وعرف حاجات جديده جدا ممكن ينقلها هنا بطبيعه الحال، يعني ده مش موجود خالص. احنا نفتقد لهذه الرؤيه. كل ما ننظر اليه المصريين في الخارج هو حجم الاموال التي ترسل من الخارج. نعم. لكن ننظر لهم كناس عندهم خبرات، هذا نحن في بدايه الطريق. طيب البرلمان اللي ان شاء الله المنتظر هيكون فيه ناس ممثلين المصريين في الخارج، واكيد في تشريعات او قوانين بتتيح بقى ارتباطكم بالوطن والحفاظ على مصالحكم اللي هي جزء من مصالح الوطن بطبيعه الحال. ابرز الطلبات اللي عاوزينها من البرلمان الجديد فيما يتعلق بيكم، ابرز التشريعات والقوانين اللي هتحرصوا على عرضها على البرلمان القادم. هو بدايه احنا كاتحاد العام المصريين في الخارج بنفتح ذراعينا لكل مصري في الخارج، عضو في الاتحاد او ليس عضو في الاتحاد، متفق معانا او مختلف معانا، نحن جميعا في مركب واحده، ونبدا مرحله جديده جميعا، نعمل ولا نتكلم. بخصوص زملائنا اللي هيكونوا في البرلمان القادم، احنا عايزين نكون هيئه برلمانيه للمصريين في الخارج تكون موجوده على تواصل مع اتحاد المصريين في الخارج، نتعاون مع بعض، نجلس مع بعض، نشوف ما هو المطلوب، ماذا يطلب المصري في الخارج
لكي نحققه له. عندنا مشكله زملائنا في الدول العربيه بعد الثانويه العامه اولادهم وبناتهم بيرجعوا ازاي؟ صحيح. مشكله تحويلات الفلوس، مشكله واحد قاعد 20 سنه بره عنده عربيته وبيته ما اقدرش اجيبهم. صحيح. هبيعهم بارخص وبازيد الاسعار، واذا جبت عربيتي ادفع عليها جمارك. طب يا جماعه في وسائل عديده جدا ومطبقه في دول عربيه كثيره، الدوله بتاخد حقها تماما. والمواطن بيشعر ان هو لما بيحول فلوسه بيحولها لبيته ويحول مكانها بكامله، لكن هو الدوله بتقول له خلي الفلوس دي 3 سنوات ما تسحبهاش. اوكي، في نظير ان انا لما ارجع بسيارتي. نعم. ارجع بعفش بيتي ما ارميهوش في الشارع. يعني اشياء بسيطه جدا. ولادي وبناتي بدل ما يكون 1% ازودهم، اعمل بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع الدول العربيه. انا مصري وقاعد في السعوديه، بنتي نجحت في الثانويه العامه ادخلها الجامعه السعوديه. ويبقى في بروتوكول بين وزاره التربيه والتعليم المصريه او التعليم العالمي، بحيث انه لما ابني ده يعود من السعوديه وعايز يشتغل في مصر شهادته معترف بيها ومعتمده ويقدر يشتغل في المجال بتاعه. المصروفات في الجامعات السعوديه او الجامعات غاليه جدا في الخليج. نعم. اذا كان الجامعه خاصه. نعم. لابد يعني اذا كان اشقائنا في الدول العربيه بيجوا جامعاتنا المصريه وبيدفعوا فلوس. صحيح. طب ما نعمل اتفاقيات نخفض من هذا ويكون يعني التعاون بالبيزنس. نقطة مهمة جدا. هذه رؤية. صحيح. يعني لابد أن يكون عندنا رؤية لما سيحدث. لابد يكون للهيئة البرلمانية للمصريين في الخارج اتصال وثيق مع زملائهم في كل أنحاء العالم. ليس في الدولة التي يعيشون فيها أو الممثلين منها، لا، التواصل مع كل المصريين في الخارج هذا أمر في غاية الأهمية. طيب حضرتك برضه دكتور سعيد، مطالب المصريين في الخارج كان يكون لهم بيت هنا هو في الوطن يربطهم بالوطن، وإنه يعني بعد عمر طويل كلنا يعني لها هي المقابر. أعتقد أن حقق هذا الطلب بنسبة يعني أو بأخرى، وده يرجع برضه لنشاط اتحاد المصريين في الخارج ونشاطكم في هذا الاتجاه. إيه اللي حصل مع الدولة في هذا الاتجاه، وهل حصلتم على مكاسب فيما يتعلق بهذه النقطة؟ والله الدولة الإجابة لا، لكن الدولة طرحت ووزارة الإسكان طرحت أراضي للمصريين في الخارج، لكن أسعارها أولا بالدولار وإحنا هندفع كويس مفيش مشكلة. لكن المتر اللي ب 2000 جنيه بقى ب 2000 دولار. يعني الأسعار مش أضعف. كل مصري مش كل مصري يمتلك هذا، زي ما بتعمل الدولة لمتوسطي الدخل ومحدودي الدخل، برضه زملائنا في الخارج متوسطي الدخل ومحدودي الدخل لابد نفكر في المنظومه كامله. الرؤيه يا سيدتي الفاضله هي التي تغيب عنا. نحن ما زلنا نعيش مصر يعني صوره من الانتخابات الموجوده، نحن نتقدم الى الخلف. حضرتك مش شايف اي تحسن في اي مجال؟ شايف ان مصر بتعيد مثلا تكرار التجربه ما قبل 2010، ولا شايف انه في امل في المستقبل؟ لان كلام حضرتك يحمل نوع من التشاؤم شويه. لا، احنا بنقرر واقع، لكن الامل موجود. لكن الامل لابد معه من عمل. الكلمات البراقه والظهور والوعود وهنعمل. طيب. لمصر هذا امر. طيب يعني دعونا ننتهي منه ونعمل. نعم. أتخيل الخطوة الأولى بدأت بوجود كوتا للمصريين في الخارج في البرلمان، أنت شايف أنه خطوة إيجابية، شايف أن أنتوا كمان هتقدروا تعملوا تواصل قوي بوجود طلباتكم الحقيقية لنوابكم في البرلمان، شايف أن ده هيحصل؟ كلمني عن الجاليات اللي موجودة، في اتصال بينكم وبين بعض، ولا الجالية الأمريكية لوحدها والسعودية لوحدها وهكذا يعني. الجاليات موجودة وإحنا على تواصل معهم. سواء كانوا أعضاء في الاتحاد أو رموز في الجاليات. نعم. قد نختلف مع البعض، قد نتفق، لكن الكل يحب هذا الوطن. صحيح. رغم أن إحنا مختلفين في بعض الأحيان. وإحنا كمصريين بيصل الخلاف بيننا إلى مراحل كبيرة، لكن في النهاية رغم اختلافنا نحن في النهاية الجميع مصري ويعشق تراب هذا الوطن. من خلالكم اتحاد المصريين في الخارج يدعو كل مصري في الخارج أن يتواصل معنا، نتواصل مع بعض، عضو في الاتحاد أو ليس عضو في الاتحاد، متفق أو مختلف، دعونا نبدأ مرحلة جديدة. أما بخصوص الكوتا، نحن ندعو زملائنا اللي هينجحوا وربنا هيوفقهم أن احنا نكون هيئة برلمانية للمصريين في الخارج. نكون معا متواصلين مترابطين
مع التعاون مع وزارة الهجرة أمر في غاية الأهمية، التعاون مع وزارة الخارجية أمر في غاية الأهمية، مع وزارات المعنية بشؤون المصريين في الخارج، الداخلية أمر في غاية، الجيش، وزارة الدفاع عشان التجنيد وما أشبه. إذن هي منظومة يا سيد الفاضل، لابد أن نتعاون جميعا الدولة مع المصريين في الخارج لكي نتقدم بهذا الوضع. نتقدم صحيح. يكون عندنا رؤية. يعني أتخيل أنه هذا التواصل اللي حضرتك بتقوله، هذه الاتحادات المهمة جدا في التواصل مع نواب البرلمان القادمين، يعني هيكون هناك نقاش كبير جدا، لأن زي ما أنا بقول الرقم اللي بيقدم من أبناء هذا الوطن في الخارج هو رقم لا يستهان به، وممكن أنه هو يزيد الضعف كمان. يعني الفكرة نفسها في إقامة مشروعات، مش في تحويلات بس، مش أنا ببعت لأهلي فخلاص هم بتتصرف الفلوس بهذا الشكل. يعني احنا عايزينهم في مشروعات، عايزينهم يبقوا أصحاب أرض، عايزينهم يستمروا كسفراء لمصر في كافة المجالات. شكرك، شكرا جزيلا دكتور سعيد، بتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. كده تكون خلصت حلقة النهاردة من مصر جميلة، وشكرك، شكرا جزيلا. شكرا طارق، شكرا لكم. غدا مجموعة جديدة ومصر أجمل إن شاء الله.